الو اسوان. في لقاء اذاعي قديم كانوا بيسالوا الكاتب الكبير صلاح جاهين عن وقت فراغه بيعمل فيه ايه. ضحك ورد بكل بساطه: انا كل وقتي وقت فراغ. ساعتها الناس استغربت من الجمله اللي قالها، بس هو رد وقال انه بيعتبر الكتابه هوايته مش شغله، وبيقوم بيها بكل حب ولطف علشان ما تبقاش حاجه بتخنقه، وتفضل الحاجه اللي بيعملها بحب بدون اي اجبار. ومن هنا تخرج بسؤال مهم: مين ابو حظ نار اللي شغله هو هوايته؟ بدون تفكير هو السوشيال ميديا سبيشاليست او متخصص السوشيال ميديا. دراسة مؤخرا اتكلمت ان اكتر من 3/4 الموظفين في العالم لما بتيجي ساعة البريك مش بيروحوا ياكلوا ولا يشربوا ولا حتى بيروحوا الحمام، دول بيبدأوا يشوفوا حساباتهم على السوشيال ميديا. خد بالك هنا ان الموضوع مش بس انك تبص مين عملك لايك ولا شير ولا اخر رسالة وصلتك، الموضوع وصل لصناعة فيديوهات وعمل محتوى ساخر، وكمان حكي تفاصيل اليوم في فيديوهات وبوستات على الفيسبوك وتويتر. الغريب ان كينيث أولمستد، الباحث المشارك في مركز بيو للابحاث الاجتماعيه ورصد اتجاهات الراي العام، اوضح ان الموضوع مش بيكون مرهق خالص زي ما الناس متخيله. بالعكس، التعامل مع السوشيال ميديا ممكن يكون عامل الراحه الذهنيه وتحسن العمل وجودته وتركيز العاملين كمان. كل ده من التصفح، فما بالك بقى لو شغلتك تبقى شغلتك يعني تعامل اكتر وتعمق اكبر وتعلم اكتر. خد بالك ان منصات التواصل الاجتماعي من اكبر المدارس اللي موجودة حاليا في عالمنا دلوقتي، وده كله واحنا لسه ما دخلناش عصر الميتافيرس، فربنا يسهل. ده طبعا مش معناه ان الراجل ده عايش في نعيم، بالعكس ده عايش في قلق وتوتر لانه شغله قايم على المتابعة والارقام. الخلاصة اهم حاجة تكون بتحب الشغلانة اللي بتمارسها علشان ما تحسش انك مجبر تشتغل.